السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بقناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعرض لكم بهذا الفيديو ظهور قناة جديدة على القمر الصناعي النيرسات، تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. ثم نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. (11,428) على معدل ترميز 27,500، والاستقطاب رأسي وعمودي وحرف الفي، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت معنا رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونضغط موافق لنبدأ عملية البحث. ظهرت 11 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم ظهور قناة جديدة على القمر الصناعي النيرسات. ظهرت معنا قناة النصر تي في. القناة النصر تي في قناة جديدة ظهرت على القمر الصناعي النيرسات على تردد 11,428 على معدل ترميز 27,500، والاستقطاب عمودي ورأسي وحرف الفي. بالنهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.